السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله جاي لكم فيديو جديد وعامله لكم خطة كويسة جدا للناس اللي دايما بتسأل يا أم شيماء أنا عندي البيض قليل. النهاردة إن شاء الله يا جماعة عامله لكم وصفة كويسة جدا للبيض، وخلي بالكم الوصفة دي هتبقى للبيض ومشاكل البرد برضه. داخل علينا شتاء، كل سنة وأنتم طيبين. يعني أنا بصور لكم دلوقتي وحاسة إن الإضاءة كده مش مظبوطة لان الجو اصلا مغيم، الجو النهارده طول اليوم مغيم، يعني خلاص احنا بدانا في الشتاء، فاحنا على طول باستمرار لازم هنعمل بقى وصفات للشتاء علشان نحمي طيورنا من الشتاء، وفي نفس الوقت برضو احنا داخلين على ايه؟ على شتاء وبرد، يعني بمعنى اصح احنا عايزين دايما البيض يبقى باستمرار موجود، مش عايزه البيض يقل، فانا دلوقتي بعمل خلطات كويسه جدا للبيض، فعلشان نزود انتاج البيض معانا ان شاء الله يا جماعه هنعمل الوصفه ديت وباذن الله هتشوفوها معايا. نحط لايك للفيديو، واللي لسه بيشوف قناتنا يعمل اشتراك للقناه ويفعل الجرس ان شاء الله علشان يوصل مننا كل جديد. ويلا بينا نشوف الوصفه بتاعتنا. مبدئيا كده يا جماعه انا عامله الوصفه ديت النهارده او الفيديو دوت علشان الناس كتير طلبت. قالت يا ام شيماء انا عندي البيض قليل والفراخ عندهم ما بتبيضش، وفي نفس الوقت كمان في ناس كتير قالت ان عند الرومي بيض شويه وقطع وبعد كده ما بيضش تاني. فان شاء الله يا جماعه الوصفه اللي احنا هنعملها ده كويسه جدا للرومي وللبط كمان وللفراخ، يعني ايه هتبقى شامله لجميع الطيور، وممكن كمان الناس اللي بتربي حمام تحط من الوصفه ديت للحمام. تمام، فزي ما انتم شايفين الاوضه ديت فيها كل الطيور اللي بتبيض عندي، الرومي والبط زي ما انتم شايفين. عندي برده فراخ شامورت صغيره كده يعني على وشه بيض، ان شاء الله برده هنحط لها من المكون ده على اساس ان هي تبيض معانا بسرعه. تمام، هنعلب بقى الطيور معاكم الاول وبعد كده ان شاء الله هنشوف الوصفه اللي احنا عاملينها. انا جايبه لهم اهو، جايبه لهم الميه بتاعتهم، وجايبين كمان جايبين كزب، شايفين ده الخلطه اهيت محطوط عليها كزب وعيش، هتشوفها برده كده معايا دلوقتي. ايوه بصوا بقى ده كيسه كبيره اهي، انا كنت عامله خلطه كده عندي تحت قلت اجيبها لهم. ده يا جماعه خلطة كزب وعيش ودش وكل حاجة موجودة هنا في الخلطة دي، كل كام يوم كده بعملها، على ما بتخلص أقوم يعني إيه أقوم عاملة خلطة تانية لهم، ده هتبقى كويسة جدا أهي. ده حلو برضو لو أنت عندك يعني حاجة عايزة تسمنيها ده كويسة برضو له. نحط بس الكبد إيه علشان ما يوقعوش العلف. هي كده كده الخلطة ديت أصلا الطيور بتحبها، فأنا بعملها لجميع أنواع الطيور عندي، بط فراخ كل طيور بعملها. لو انت حابه تعملي الخلطه ديت لطيور بياضه عندك، يعني بط بيبيض رومو بيبيض، جيبي لهم شويه كبشه علف بياض كبيره وقوم قلبها لهم على الخلطه دي، ده هتبقى حلوه قوي لو انت عايزه طيور عندك ما شاء الله يعني ايه ما تبطلش بيض. ده كده خلاص علفنا اهو، هنغسل الوعيه بتاعتهم برده عشان نحط لهم الميه ونحط لهم الوصفه بتاعتنا اللي احنا عملناها النهارده. الوصفه دي يا جماعه زي ما قلت لكم واحنا بنعمل وصفه كده، الوصفه ديت للمشاكل التنفسيه برده، لو انت عندك فراخ بتطشم الفراخ بتكح بط برده نفس النظام، انا عاملاها مخصوص للبيض والبرد. فدلوقتي بقى يا جماعه تعالوا نعمل مع بعض كده الوصفه يلا ونشوف هي مكونه من ايه. دلوقتي يا جماعه هنعمل مع بعض الوصفه بتاعتنا. الوصفه عباره عن ايه؟ معايا كوبايتين ميه زي ما انتم شايفين، كوبايتين ميه كده دافيين لسه طبعا هنغلوهم على النار، ومعايا حوالي نص معلقه صغيره من القرنفل اهو، الكميه دي يا جماعه كده دي اول حاجه هنبدا بيها. القرنفل ده ليه؟ علشان المشاكل التنفسيه. تمام، دلوقتي برضو معايا معلقه حبه البركه، معلقه واحده، معلقه واحده من حبه البركه زي ما انتم شايفين اهيت. حبه البركه دي يا جماعه لو احنا هنعمل الوصفه دي للفراخ الكبيره هنعمل المعلقه الكبيره اللي انتم شايفينها ديت، ده كويسه جدا جدا، ده بيزود معاك البيض، وده عن تجربه يا جماعه. والناس اللي عندها الفراخ قطعه او عايزه تزود انتاج البيض عندها عليكوا على حبه البركه دي. تمام، ده كده معلقه حبه البركه، وبرده لجميع المشاكل حبه البركه دي لجميع المشاكل. هنعمل بقى علشان الاسالات والمشاكل المعويه هنعمل ايه؟ معانا معلقه كزبره كبيره زي ما انتم شايفين كده اهي، هنحط كمان شويه برده، هنحط كمان شويه كده وهنقلبهم مع بعض. لو انت عندك كزبره مطحونه مفيش مشكله، هنغطي بقى طول ما احنا حطيناها على النار هنغطي علشان طبعا في زيوت طياره واحنا عايزين ايه نحتفظ بيها. بعد كده دلوقتي هناخدها على النار وهنحطها على نار هاديه تغلي كده حوالي 10 دقايق على النار هاديه خالص، وطول ما احنا حطيناها على النار زي ما قلت لكم هنغطي عليه. يلا بينا.
دلوقتي بقى بعد ما صفينا الوصفة وبردت معانا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، كل ده وانا مغطيه عليه ليه؟ علشان طبعا زيوت الطيارة انا عايز احتفظ بها لان هي اصلا مفيدة في الوصفة بتاعتي. فتعالوا نغسل الوعي بتاع البط قبل ما نحط الوصفة. ده كده حطينا للطيور المية اهي بعد ما نضفنا الوعي بتاعتهم. انا حاطه لهم بس ملح وجركنان حوالي 4 لتر ميه، لان انتوا عارفين طبعا في الشتاء الطيور ما بتحتاجش ميه كتير. فالبطانيه اللي انتوا شايفينه ده كلته ده انا هكبه على الوسط ده. هي طبعا يعني يمكن لسه تكون دافيه شويه بس مش مشكله، هي اصلا كده كده الميه بارده، فالاحسن حتى لهم حتى يعني في الجو البرد ده لو شرب الميه دافيه شويه مش مشكله. ده كده يا جماعه حطينا الميه اهوت وعلفناهم. طبعا انتوا عارفين بقى يعني ان احنا العصر عملنا كل الوصفه ديت واحنا كده العصر، فهم دلوقتي بيتعشوا. حطيت لهم الوصفه على الميه، ما كترت لهمش الميه ولا حاجه علشان تبقى ايه يعني الوصفه كده على قد يا دوبك بالظبط تعمل عندهم افاضه. حطيت الاكل، وانا قلت لكم يا جماعه الاكل ده يعني مكون من قوي ايه احسن حاجه علشان يعني البط عندك تبيض والطيور عندك تبيض حطوا لهم علف بياض، لان في ناس كتير دايما بتقول البط عندي بتاخر الروم عندي بتاخر. يا جماعه العلف البياض كويس جدا، والوصفه اللي احنا عملناها ديت فيها حبه البركه، يعني الوصفه اللي انا عملتها دي فيها حبه البركه. حبه البركه دي كويسه جدا جدا في انتاج البيض، يعني هي احسن حاجه ممكن تعمليها. ممكن تقلبها لهم على الاكل او تغليها بالشكل اللي احنا عملناه ديت وتقلبها لهم على الاكل. يعني لو انت عندك مثلا فراخ شمت ولا حاجه عايزاه تبيض بسرعه على وش بيض عايزاه تبيض بسرعه، اعملي المكون اللي احنا عملناه دوت او الخلطه دي احسن حاجه تخلي الفراخ تبيض عندك بسرعه. طيب الناس اللي هي هتسالني بقى تقول يا مشماء طب هنحطها كم مره؟ لو انت عندك الفراخ قطع بيض ولا حاجه حطها لهم 3 مرات ورا بعض، يعني اعملها 3 ايام ورا بعض كده وحطها لهم. انت ممكن تعملي كميه كبيره وتسيبها عندك في شفشق ولا حاجه وكل يوم تحط لهم منها. وبعد كده هتعملي مرتين في الاسبوع، ده هتبقى احسن حاجه واسرع وصفه تخلي الفراخ او الطيور تبيض عندك، ودي اسهل حاجه، وكمان زي ما قلت لكم حلو قوي لمشاكل الشتاء. طيب الناس اللي هي بقى يا جماعه عندها الفراخ بتاعتها بتبيض عادي زي اي فراخ بتبيض كل يوم، انت ممكن علشان تزودي معاكي العنقود او تزودي معاكي انتاج البيض ممكن تعملها مره في الاسبوع او مرتين، ده هتبقى حلو قوي. هتبقى يعني ايه من جهه ان انت بتحافظي على طيورك من مشاكل البرد، ومن جهه ان انت بتحطها لهم لزياده البيض وهتبقى رافعه مناعه برده، ده هتبقى كويسه جدا. لو انت حابه تحط عليها مثلا يعني لو انت عندك مشاكل برد ولا حاجه ودايما بتعاني من مشاكل البرد، القرنفل يا جماعه والزنجبيل دي احسن حاجه لعلاج مشاكل البرد، ده عن تجربه وباذن الله هبقى عامله لكم الوصفه ديت برده علشان تشوفها معايا. تمام، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم باذن الله ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.